اهلا بكم في فيديو جديد عن موضوع الانماط الشخصيه وعلاقتها بالشخصيات الصعبه. احنا اتكلمنا الاربع انماط شخصيه سواء كان درايفر قيادي او اكسبريسيف تعبيري او اناليتيكال تحليلي او اميابول ودود. دول الاربع انماط شخصيه اللي احنا اتكلمنا عليهم في الفيديوهات اللي فاتت، وقلنا ان كل شخصية ليها وصف معين ولما بتتعصب ايه اللي بيحصل ونتعامل معاها ازاي. يعني حاولنا يبقى في خريطة مختصرة كده لكل ستايل او كل نمط شخصية. في بعض الحقيقة الكومنتس او المسجات اللي حقيقة جات لي سواء كان على صفحة الفيسبوك او على قناة اليوتيوب، ان هما بيقولوا والله احنا مش عارفين، احنا متلخبطين، احنا مش اوقات بنعمل يعني بنكون مزيج من الصفات بتاعت الدرايفر او القياد الاناليتيكال التحليلي او الاكسبريسيف او فالحقيقه ردا على الموضوع ده يا جماعه، احنا كلنا مزيج من الشخصيات دي. يعني مفيش حد بيبقى بيور 100% او بيبقى قليلين قوي عددهم قليل، وهنقولهم دول فين، بيبقى موجودين على الجراف الفور ستايلز اللي هم الاكستريم اللي كنا قلناها في الفيديو بتاع الشخصيه التعبيريه. فمعظمنا بنبقى في يعني مش الاكستريم. فخلينا نفهم ايه موضوع الجراف وايه موضوع الاكستريم علشان نعرف نجاوب على الموضوع على الاسئله دي، اللي هو كان من ضمنها اني انا مزيج من الشخصيات دي. طب ايه؟ طب انا فين؟ فالاول احنا هنعمل حاجه ظريفه جدا، ان احنا هنتعرف على الجراف تاني علشان نبقى فاهمين كل نقطه في الجراف دي وظيفتها ايه وبتعمل ايه بالظبط، او يعني نفسرها ازاي. لو انا موجود في المكان ده على الجراف يبقى ده معناه ايه، لو انا موجود في المكان ده يبقى انا معناه ايه، طب لو الشخص اللي انا اتعامل معاه موجود في المكان ده هعمل ايه. فده اللي احنا ان شاء الله هنحاول نفسره في الفيديو ده والفيديوهات اللي جايه. زي ما احنا شايفين، احنا عندنا محور افقي وعندنا محور راسي. فالمحور الافقي والراسي بقى عندنا دلوقتي الاربع انماط شخصيه زي ما احنا شايفينهم، وعندنا التدريج في المحور الافقي والتدريج في المحور الراسي. في ناس متجهه ناحيه التل، وفي ناس متجهه ناحيه الاسك، وفي ناس متجهه ناحيه التاسك، وناس متجهه ناحيه البيبل. في الفيديوهات اللي فاتت اللي ما شافهاش يا ريت تشوفها، ايه هو الفرق ما بين التل والاسك، وايه هو الفرق ما بين التاسك والبيبل. فلما نشوف الفيديوهات اللي فاتت الناس اللي شافتها هنكمل معايا الفيديو ده، الناس اللي ما شافتهاش يا ريت بعد اذنكم تعملوا بوز، توقفوا الفيديو ده وترجعوا وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت اللي خاصة بالموضوع ده علشان نكمل مع بعض الفيديو ده يبقى الموضوع واضح ليكم. طيب، يبقى احنا دلوقتي عندنا زي ما قلنا الاربع انماط شخصية. الحقيقة في كل نمط شخصية، احنا كنا قلنا الكلام ده في الفيديو الخاص بالشخصية التعبيرية، في كل نمط شخصية في اربع اجزاء. كل جزء بيرمز لحاجة او بيمثل حاجة او بيعني حاجة. ايه القصه؟ ان في الاربع انماط شخصيه، لما نمسك مثلا الدرايفر في كل في يعني في نمط الشخصيه ده في اربع خلينا بيقولوا عليها سب كاتيجوري او ايه يعني تصنيف تحت التصنيف الاساسي. فالهي الشخص القيادي تحتيه اربع تصنيفات او اربع شخصيات كمان. ايه هما؟ ان انا عندي هنا شخصية ناحية التل متجهة اول التل، هو كده كده ان الدرايفر احنا متفقين ان هو تاسك وتل، تمام؟ لكن الدرايفر عندنا دلوقتي في شخصية هنا على اليمين خالص اللي هي تل، اللي هي الاسيرتفنس سكيل او التدريج بتاعها بيبقى عالي جدا، يعني الناس دي تل جدا. الشخصية اللي جنبها هو درايفر برضو، بس ايه الفرق ما بين ده وبين ده؟ ان الشخصية اللي هنا ناحية التل عنده اسيرتفنس سكيل او عنده شدة حزم عالية جدا جدا جدا، يعني اعلى بكتير نسبيا من الشخصيه اللي جنبها اللي هما الاثنين درايفر، بس هنا اعلى. معنى كده ان الشخصيه اللي هنا اللي ناحيه الاسك شويه اللي متجهه ناحيه الاسك اللي هي اقل في التل من الشخصيه الاولانيه، معنى كده ان هما عندها قدره في الانصات اعلى شويه نسبيا من الشخصيه التل. فبالتالي ان لو الاثنين دول بيتكلموا مع بعض فهنسمي مثلا التل هنا اكس، وهنسمي الشخصية التانية الدرايفر اللي هي ناحية الاسك واي. فمعنى كده ان اكس وواي لما يتكلموا مع بعض مين اللي هيسمع اكتر؟ الواي.
مين اللي هيتكلم اكتر او هيبقى عنده تيلينج اكتر او شده حزم اعلى؟ الاكس. فادي الفرق ما بين الاثنين، مين اللي نسبيا مين اللي نمط حياته اسرع؟ الاكس. فاعتقد ان كده تبقى واضحة شويه. فده تدريج، المحور الافقي هنا تدريج ما بين التل والاسق. نفس الكلام الجزء السب كاتيجوريز او الاثنين اللي فوق عندي هنا، لو خدنا بالنا مثلا اكس وواي، فهنقول الاثنين اللي فوق مثلا اي وزد. فاي عندي هنا بالنسبة لإكس هما الاتنين زي بعض، لأن هما الاتنين تل بس مختلفين في المحور الرأسي. في المحور الرأسي عندي تاسك وبيبل، فيبقى إي في متجه أكتر ناحية التاسك، والإكس متجه شوية ناحية البيبل. فمعنى كده إن الأستاذ اللي هو الإي ده، الإي ما بيصحش عن مشاعره بزيادة نسبة يعني اكتر. يعني انا ما بتكلمش على مشاعري، يعني ما بتكلمش، ما بحب، ما بقولش الحاجات اللي انا حاسسها. يعني الناس اللي هي بتبقى مكتومة شوية او بكتم شوية اكتر من الايه، اكتر من الاكس. ليه؟ لان انا الاستاذ الايه ده نسبيا بالنسبة للمحور الرأسي اعلى في التدريج من الاكس. فبالتالي لو الاتنين اتكلموا مع بعض او كانوا بيتواصلوا مع بعض، هنلاقي ان الاكس بيفصح عن مشاعره نسبيا اكتر من الاستاذ اللي هو الاي. تمام. فده الفرق ما بين الاتنين. فيبقى عندنا الاكس والاي هما الاتنين نمط حياتهم سريع زي بعض بالظبط، هيتفقوا في النقطة دي، هيتفقوا ان هما الاتنين تيلينج، يعني هما الاتنين بيبقوا الانصات عندهم نفس المستوى. لكن هيبقى وجه الاختلاف في ان الاستاذ الاكس بيفصح متجه للبيبل اكتر، فكل المواصفات اللي في البيبل هتنطبق عليه نسبيا، مش زي طبعا الاكسبرسيف. الاكسبرسيف ده تحت خالص، ده ناحية البيبل خالص. لكن هنا في احنا بنتكلم دلوقتي في 16 مكان او في 16 شخصية. 16 شخصية ليها مواصفاتها وليها نسبتها في التدريج ده. فاحنا هنا دلوقتي يعني بنحاول قد ما نقدر ان احنا نقرب الموضوع. طبعا هنحاول يعني نجزعه على اكتر من فيديو، بس خلينا هنا نقرب الموضوع في موضوع الانماط الشخصية، لان هو الحقيقة موضوع محتاج كلام كتير. فنرجع تاني لموضوعنا. فاحنا عندنا دلوقتي الدرايفر مثلا في 4 اماكن، احنا قلنا هنا مثلا اكس واي اي زد وواي برضو نفس الكلام مختلفين. طب خلينا نقول حاجة، ان الاستاذ اللي هو مين اكتر واحد هنا بعيد عن الجراف او مش قريب من الناس؟ هنلاقي اللي هو الاي. ليه؟ لان الاي هو بعيد خالص. بصوا المسافة ما بين هنا مثلا عندنا اكس وعندنا واي، لو رحنا مثلا للاناليتيكال نفس الكلام، 4 شخصيات اللي موجودة في الاناليتيكال كلهم اناليتيكال، بس المسافة ما بين هنا وهنا قد ايه؟ كل المسافة ما طولت كل ما يكون التعامل مع بعض بيبقى اصعب شوية. فهنا عشان كده احنا نقول عليه، سمينا الموضوع ده building bridges او بناء جسور. الجسور هنا معناها جسور العلاقات. كل ما الجسر كان طويل كل ما يكون الجهد اللي بنبذله عشان نبقى عندنا مرونة في التعامل ونتعامل مع بعض بصورة فعالة زي ما بنقول، بيبقى الجهد والوقت بيبقى أطول، يعني المصاريف بتبقى أكتر. فلو يعني مثلا مثلنا الموضوع ده في صورة بريدج أو جسر، زي ما الكباري اللي بتتبني، الكباري بتتبني محتاجة فلوس أسيتس، محتاجة مجهود، محتاجة وقت. تمام. في نفس الكلام هنا في العلاقات، كل ما يكون الجسر طويل كل ما أنا هصرف أكتر، يبقى الأسيتس عندي أو المصاريف أو الكوستس عندي، رأس المال اللي عندي اللي انا محتاج ان انا اصرفه عشان ابني الجسر ده هيبقى اكتر. فعلشان كده كل ما يكون الشخصيات قريبة من بعض كل ما يكون، ده الكلام النظري، هنطبقه الكلام ده بعد كده في المرونة. فكل ما يكون المسافة قريبة كل ما يكون التعامل اسهل. في ناس هتقول في بعض الـ الكلام، ان في ناس بتقول والله طب انا يعني
شايف ان اتنين درايفر لما يتكلموا مع بعض بيعندوا في بعض. ففي مثل زمان بيقول المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، الحين مثل قديم. ويعني حاليا في حسب الدراسات الحديثة ان الكلام ده مش مظبوط. لو الاتنين درايفر والاتنين عندهم مرونة تعامل عالية، فبالتالي هيفهموا بعض، هيفهم يعني انا هفهم ده ان هو ده بيعمل كذا ده بيعمل كذا فهعذره. لكن لو انا في نمط شخصية تاني مش هعذره، لان انا مش عارف هو بيفكر ازاي، مش هفكر زيه، انا مش عارف اوصل لدماغه. لكن لو انا زيه هعرف اوصل لدماغه وهعذره بسهولة. فهنا هيبقى في نسبة وتناسب ما بين المرونة في التعامل ونمط الشخصية أو مسافة الكوبري ده أو طول الكوبري ده اللي هو اللي بيقولوا عليه الجسر التواصل. طبعا أنا حاسس إن الموضوع ممكن يكون شوية بدأ إن هو يدخل في تعقيدات شوية أو محتاج تبسيط، فأنا على قد ما أقدر هحاول إن أنا هبسط الموضوع ده إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. فبس اللي أنا حابب نعرفه في الفيديو ده إن في حاجة اسمها 4 شخصيات في كل شخصية اللي هما بيسموها سب كاتيجوري. وكل ما نكون قريبين من بعض انا اللي بتعامل مع غيري، كل ما يكون ده اسهل ان احنا نبني جسور تواصل فعالة زي ما بنقول، او علاقات فعالة. فده بس من الحاجات اللي انا حابب اقولها في الفيديو ده. وان شاء الله يا رب اكون وصلت الموضوع بصورة سهلة. وانا محتاج اعرف كومنتاتكم، محتاج لو في اي حد حابب بيسأل على حاجة عشان ان شاء الله نقولها في الفيديو اللي جاي، ونكمل الموضوع بتاع جسور التواصل والانماط الشخصية، علشان ان شاء الله بعد كده هنتكلم على المرونة في التعامل وازاي ان احنا نطور مهارة المرونة في التعامل. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، وشكرا لكم.